خير يا جماعة. قبل يومين أنا ويزيد ماشيين بالسيارة، لفتت انتباهنا الكيا، عجبته ليزيد، قلت له أنا ما بتعجبني غير لما تست أجربها. هياتنا لما نروح نجربها. شو معلمي؟ شو حبيبي؟ كيف الشعور الأولي قبل اللي أحكي لك عن السيارة ومواصفاتها؟ وضعية الستيرينج جميلة. أوكي. شايف الشارع كلياته، كرسي عالي نظيف، قاعد مسيطر. حلو، قاعد مسيطر. من أجدد إنتاجات كيا، الكيا نيرو، هي بتيجي كهرباء وبنزين، تمام؟ تمام. سيارة 4 سلندر 1600 سي سي، الهورس باور موتور البنزين بيعطيك 105 والبنزين 43.5، سوري الكهرباء يا ربي. وطبعا السيارة 6 غيار و 2 ويل درايف. هذا هيك مبدئيا المواصفات. طبعا انت عارف في اوبشنز، في سيارات تيجي باوبشنز مختلفه والى اخره، بس اللي احنا هلا راكبينها 1.6 لتر انجن هورس باور، حكيت لك بنزين، يعني في منها اكثر من محرك هذا الموديل. بس اجمالي حلوه سواقتها، مريحه. اهم شيء انا بتخيل هذه انه انت قاعد شايف كل اللي حواليك. كان في سيارات كنا نطلع فيها، بتذكر كنا نجرب سيارات في سيارة كنا قاعد مش شايف الجناب ولا شايف صح ورا، شايف هون انت مرتاح، شايف مرتاح، رائع جدا، الفيو كامل. اوكي الفيو كامل. هلا يا جماعة الخير، السيارة هاي كروس اوفر، يعني كروس اوفر، يعني لا هي سدان ولا هي اس يو في، هيك بالنص، غريبه شوي. اس يو في واطيه شوي عشان تكون واضحه صح، وبتعطيك شوي بجوز، ما بعرف اذا انت حاسس، تعطيك شعور انك بسياره عاليه شوي صغيره. نعم. يعني مو سياره واطيه، سدان واطيه ولا عاليه ولا عاليه، بس شعورها كثير حلو. انا يعني اذا بفكر اني اشتري سياره واكون مرتاح فيها واروح واجي فيها دائما، هاي من انسب السيارات والله. جوتا رينج سعرها نفس رينج سعر هاي؟ نوعا ما بالرينج. هلا هاي حقها حوالين 22,000. اوكي. طبعا اجين حسب المواصفات. يعني من الى وسي اتش ار برضه بنفس الرينج هذا، يعني نفس الرينج. هلا شوف، برضه احنا بنرجع المشكله عندنا الجمارك، يعني سيارات مرات بيقدروا لسه فيها اوبشنز اكثر بتكون، بس احنا هون اذا بده يجيبوها بسفها حقها 30,000 مثلا، بتوفيش مع المواطن الاردني. بس بحترم كيف بيعطوك فيتشرز حلوه بالسياره، اوبشنز حلوه بسعر ريزنبل نوعا ما. بيتر شراير مان عمل شغل حلو، فاستلم بكيا، عمل نقلة نوعية، شفنا ديزاين الكيو 9 او خلينا نحكي الكويس، شفنا الاوبتيما، فالزلمة ومبروف، تحس انه في تاتش، له لمسة حلوة، ولما تشوف السيارة بتعرف انه هذا شغل 100%. نعم. 100%، زي اللوحة، كيف بيكاسو، كيف 100%. صح كلامك. Thank you.